الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة، أكبر المجازر الطائفية التي جرت في وسط سوريا وتورطت بها أجهزة نظام الأمنية وميليشيات الدفاع الوطني التي تضم أكثر مؤيدي نظام قسوة والمعروفين بالشبيحة. بهذه الكلمات تصف صحيفة العرب الجديد الحادثة التي تسكن أفئدة السوريين. 107 أشخاص من بينهم 49 طفلا و32 امرأة وثقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم الثلاثي والصورة، وجميعهم قضوا على يد عناصر نظام ومواليه في أكبر هجوم على المدنيين بريف حمص وقع في تلك الفترة. لابسين جيش مموع وفاتوا علينا، سحبوا الروسيات حصلونا مثل الغنم يا خيي بالغرفة وبلش الرش علينا. أبويا مات وأخويا ما عنده غير أمي موتونا إياه. الله أكبر. بدأ القصف ليلا واستمر ل14 ساعة قبل أن يقتحم عناصر قوات نظام من قرى فلة والقبو مدينة تل دو بريف الحولة، تقول الشبكة، وتضيف إنه تم قتل الأطفال والنساء والرجال بحراب البنادق والسكاكين ثم رميهم بالرصاص بعد ذبحهم. استنكرت الأمم المتحدة المجزرة دون تحديد الفاعل، فيما قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك أدلة كثيرة تثبت مسؤولية النظام عنها، إلا أن الثابت لدى السوريين أن النظام وموالوه من القرى المجاورة هم المسؤولون. بدي يسقط النظام قد ما طول، بدي يسقط مهما قتل منه من شوية، مهما قتل من أطفال ونساء. شو ذنب هالطفل اللي تموت عمره شهر ونص؟ أعمال الأهل. شوف أنا كنت واقفة بباب أوضتي، ما استعمالي شهر 4 أشهر متجوزي، حط الطفل ببطن رح يقتلوه. خلاص يا أبني خلاص. تصريحات الأمم المتحدة التي أدانت المجزرة حينها لم تؤتئ كلها حتى الآن، إذ لا يزال المجرمون طلقاء، بل زاد على ذلك تهجير أبناء المنطقة إلى الشمال السوري، وهو أمر استنكره الائتلاف داعيا لمحاسبة النظام من جديد بحسب بيان أصدره في الذكرى العاشرة للمجزرة.